احنا اللي كنا كنعرفوا عليه هو انه هو واحد السمسار وكان تيدير كان تيجي عندنا في رمضان كان باقي هنا الصيصه في بلاصه الجرده هذه كان تيجي يدير فيها يجمع الوليدات الصغار كياخذ من عندهم 10 درهم 20 درهم تيدير معاهم تورنوا ديال رمضان. من بعد داك الشيء واحد الجمعيه هنا تاسات جابتو على اساس يتريني لها بالوليدات ديالها على اساس انه راه هو مدرب حيت كيف شافوه هو كيلعب تيخدم تما هما صافي هما عندهم هذيك الفكره انه راه مدرب. دخل هنايا كي بديت كنشوف عليه انه كيهز على وليدات التيو وكيضربهم بالتيو واحد الضرب يعني خطير ماشي ضرب عادي. وملي دخلت انا واحد الخطره تيجبد عليا واحد الموس هو دائما هاز داك الموس معاه على قبل لا دوا معاه شي واحد من برا ولا هذا ولا شي واحد بغى يسلخو على قبل انه كيسلخ الوليدات كيجبد عليه داك الموس. انا وقعت ليا مع هذه الواقعه وجبد عليا داك الموس ولكن فكيت راسي منه وكان حتى الامن هنا كانوا تدخلوا داك النهار جاو هو كان هرب جاو شاف كاين اللي طل من الفوق من البنايه اللي انفاس معاكم وشاف وهودوا ليه ساعة هو كان هرب ديك الساعة ما بين 50-60 طفل اللي كانوا هنايا فاش كان هنا ملي مشى لسميتو البلاصة أخرى ما بقينا نعرفوا عليه والو حيت هو ماشي ولد أناسي ماشي من أناسي هو من البيضة باش توضح الناس كلشي كتقول لك أناسي أناسي هو أناسي راه هو هذا اللي فين واقف دابا أنت كتصور معايا إنما هو من حي البيضة البيضة راه في الجهة الأخرى راكم نتوما عارفين منطقة تمايا فتسمى على اناسي لانه هو تابعين لهاد الولايات الامن وهذا الشيء علاش حنا اول مره كنكتشفوا هاد المسائل هادي حنا كنا كنعرفوا عليه انه تيضرب الوليدات راه داك الشيء اللي خلاه كي دابا كيخلعهم على داك الشيء ما كنا كنسمعوا والو دابا داك الضرب وداك سميتو كيخلعهم مؤخرا راه سمعت انا في واحد الفيديو انه قالت الاخت ديال هذيك السيده اللي كانت معاه اللي كانت هي كيستغلها جنسيا هي وولدها اللي وقعت به الواقعه انه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان حتى هويا كان تيخلع تيرهب الدراري تيقول لهم الا قلتوا شي حاجه ولا ذاك الوليد الا قلتي شي حاجه غنديك للغابه وندبحك. الوليد صغير ملي يسمع بحال هكا واش يقول شي حاجه؟ غيبقى ديما في باله انه راه يديني للغابه ويدبحني. انا نقولها من هنا يقلب عليا من هنا ما عارفش بانه هو الا قلتيها من هنا غيمشيو يشدوه مع العلم انه كان قال لخالته واحد الوقت راه تيدير ليا تيبوسني كيدير ليا كيفعل ليا ولكن الخاله بغات توقف معاه ولكن الام ديالو كانت مغروره ان كان موعده بالزواج كيسمعنا وكانت يستغلها جنسيا وبزاف ديال الحويجات. الاعدام انا بالنسبه ليا انا راه ما كاينش عقوبه غتبرد ليا الغليل ديالي قد الاعدام هذا راه اطفال راه ما اغتصبش هذاك الوليد ولا تحرش به راه بجميع الوليدات ديال العالم ماشي ديال المغرب ولا ديال العالم اي واحد يقيس اي طفل راه بحال اللي قاس الاطفال ديالنا كاملين راه ما بقاوش نقولوا هذاك الطفل هو اللي وقع عليه راه وقع الاطفال ديالنا كاملين. هذا السيد راه مريض نفساني عقلاني عنده نزوات عنده سميتو خاصهم يتخذوا فيه يعني لو كان عندنا الاعدام هنا انا اطالب بالاعدام. هاد السيد نهار اللي كان كيلعب هنا في التيران كان كيلعب مع سميتو مع واحد نشطاء اخرين ماشي كان داير راسو كان كيبان لك السيد مزيان ونقي واني حاجه وحده اللي فيه وهو الكلام ديالو فاسق مع الدراري يسب ويربرب على الدراري والوالدين كاينين كيشوفوا ما كيجيوش زعما يتناقشوا معاه يقول اش اللي كديرها ولادنا وداك الشيء. وملي سمعنا هاد الحادثه اللي وقعت كنستنكروها لان ما عمرنا حنا شفناها حنا كنا كنسمعوها في المساجد امام ديال المسجد ولا شي جهه اخرى ولا في الباديه هادشي اللي كنعرفوا. اما بالو اللي سمعنا في هادشي في الجمعيات راه عيب وعار باش الدار هادي. اذا كان هو مريض نفساني كان عليه يمشي يداوي راسه وخصوصا هو رب العائله هو راه مجوج وعنده وليداته وعنده المراه ديالو وكيقولوا راه والد راه جد وهادشي اللي كيدير فيه راه ما خدامش بالنسبه للانديه. وحنا هنا اللي كان هنا كان كيجي تريني بالناس مع جمعيه اخرى ماشي ديالو. دابا ملي جات كورونا تحيد حبسوا التيرانات كاملين ومشى دار الجامع العام ودار سميتو ابطال اناسي لكره القدم. وحنا المشكل اللي كنهضروا فين ما كيهضروا هذا الشيء ديال الاعلام كيقول لك اناسي
هو محسوب هو في البيضه ماشي اناسي. هو دابا حاليا ما عنده حتى شي تيران في كيلعب، ها هي عنده جمعيه وما حتى واحد ما عطيه، الجامعه ما عطاش شي مقر فين يتريني به، كيتريني به معي هنايا في هذه الجرده التحتانيه في الطراب الحمري، وكيخرجهم هادشي الانشطه البحار ولا يديهم شي منتزه اخر ويمشي يلعب بهم، هادشي اللي كيدير. بالنسبه لهذاك وكان في بلاد السعوديه كون حيدوا ليه الراس، ما غايتسناش الحكم، هذا خصو يكون واحد الحكم اقصى حكم اللي ما عمره باقي يخرج فيه، لان كون كان في السعوديه انا عشت في السعوديه وكنشوف دار شي واحد شي حاجه ما كاين عرق تاع الراس، ما كيتسناش ما غايتسناش شي حكم ولا غنحكموا عليه، دار هذه الكارثه خصو يموت في البلاصه وبلان بيبليك. وبحال هذا اللي داير هذه الحاله باقي عاد تيق تعطيه ولدك، وكنشوف انا الناس اخرين شي لا خرج كاع وما دار ما حل، الوالدين اللي كيترينوا عند هاد الناس باقيين يجيبوا اولادهم لعنده.